يا حمار. تفضل تفضل يا ابو جارو. عامل ايه يا ابو؟ تفضل يا ابو عمرو. مال مالك يا وسام؟ مش على بعضك جديد. والله محتاج منك طلب بس محروق منك اقوله لك. تفضل تفضل، ده كله بتاعك والله. الله يخليك يا حاج احمد، جد فضلك ان شاء الله. الله يبارك فيك. بس محتاج منك 20,000 جنيه، مدة يومياً بس، يومياً، مش هطول عليها، الله يجيبهم لك. حاضر. يا ده إبراهيم! نعم. هات 20,000 جنيه من جوا من الخزنة وتعالي. حاضر يا أبو. تسلم يا حاج أحمد، تسلم. ده بتاعك يا راجل، برضه دي كله بتاعك والله. تسلم يا حاج. أهم يا بوي. 20,000 دول يا ولدي. أيوة 20,000. أهم يا أسامي، 20,000 جنيه، ويومياً 2 ويجيبهم لك، عشان أنا شغال بيهم. برضو بدي ابو جارو، ده انت تسلم، ده انت نجتنا من حاجات كتير، ده انا اجيبهم لك، انت وحاطط رجل على رجل كمان، مش شكلين ابو جارو. روح يا ولد اكدب صالحة. ماشي يا ابو جارو، مع السلامة. مع السلامة يا ولد. ابراهيم. نعم يا بوي. وتعال جاي يا ولدك. عايزك يا ولد تروح لأسامي وتقول له عايزين 20,000 بتاعتني. ده هو قال يومين 2، ده عدى اسبوع يا ولدك، عايزك تروح تشوف يا ابوي وتجيبهم منه. حاضر يا ابوي. مين؟ انا حاج اسامي. خير يا ولدي؟ ابوي عايز الفلوسات. قول له ما معوش فلوس دلوقتي، اسبوع زمن ويجيبهم له. كيف الحال دي؟ انت لك اسبوع تقول اسبوع اسبوع. ما معيش. اقول لك يا ابراهيم يا ولدك. اطلحوا الراجل دي وجيب منه الفلوسات، عشان هو شغالين بيهم، ده احنا الاسبوعية شغالين في الفاصولي، لا جاب ولا رد بيهم. ده راجل بارد. الفلوس لو نتعبوا عليها وروحوا طقوا قلبي بين مرة واثنية. يلا يا ولد زي بعضه. طب نعمل ايه؟ انا خير يا ولد. ابي عايز فلوس. قال له ما معوش فلوس دلوقتي. كي الناس شغاله في الفصل وعايز فلوس. انا اعمل لكم ايه؟ ما معيش فلوس. جزائر ندينا لك فلوس. ايوه ما عادش لي عندي فلوس، يلا توكل على الله. كي اهل الكلام ديتا؟ يا زي ما اقول لك ما تكتفش. يا ابوي. خبر ايه يا ولد؟ والله رحت له وشتمني وهاني وخلاني اسوي كلمه وطوارق ما لكمش اي عندك. با فلوسنا يا ولد تعملنك دي؟ شتمنا وتهينك زي بعض يا ولد. والله ما انسى الفل حتى نواصل زي بعض يا ولد. احنا عليه كبار ونرد له عليه. لوش كبار اكبر وهلس زي بعض يا ولد. احنا عايزين مشاكل مع حد يا ابراهيم. ماشي يا ابوي.